احنا اليوم باستقبال ابطال مبادره الجبال السبعه اللي قاموا بمحاكاه تجربه مرضى السرطان بتسلقهم للجبال. مرضى السرطان كل يوم بيتسلقوا العديد من الجبال والمصاعب اللي بتمثل بالعلاج والمرض وتبعات المرض. مثل هاي المبادرات تدعم مرضى السرطان اولا معنويا بانه الجميع واقف جنبهم، الجميع عارف معاناتهم، وبنفس الوقت بتدعمهم كمان ماديا من خلال توفير التبرعات لصناديق الخير والزكاه اللي بتتوجه للمرضى الاقل حظا والمرضى اللي ما عندهم اي جهه تامينيه تغطي علاجهم. هذه المبادرة كانت كلها من أجل السرطان، جمعنا تقريبا نص مليون دينار أردني عشان نسافر على إسبانيا، ودفعنا من عنا إحنا كله عشان السرطان والأطفال اللي كل يوم بيعانوا وكل يوم بتطلقوا الجبال. إحنا كان بس بدنا نحس اللي يوم واحد اللي هم بيحسوه كل يوم. الهدف من طلعتنا هو نجمع تبرعات لأطفال مرضى السرطان ونحاول نساعدهم. تسلقنا لهذا الجبل هو مثال بسيط عن الجبل اللي هم بيمروا فيه كل يوم بحياتهم. الهدف انه نوعي الناس عن مرض السرطان، نساعد اطفال السرطان بمعالجتهم. أنا جدا فخورة فيهم وفي إنجازاتهم، والتجربة اللي مروا فيها جدا رائعة لحالهم لمستقبلهم يعني، وتوعية رائعة بصراحة. هاي المبادرة جدا مهمة بالنسبة للأولاد، ومش بس للأولاد يعني، كتير تجربة بتعلموا منها كتير أمور رائعة بصراحة.